بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء في مقر المشين Elements Design 1. بنبدأ شابتر جديد, شابتر نمبر 9, Stresses in Screwed Joints أو الإجهادات في الوصلات القلاوز. المين topics بتاعتنا هنناقش طبعا الـ Internal Stresses Due to Screwing Up Forces الناتجة من عملية الربط, الإجهادات الداخلية الناتجة من عملية الربط, والستريسز ديو تو اكسترنال فورسز او الاجهادات الناتجه من قوى خارجيه. اول حاجه هنناقش فيها الستريسز ديو تو سكروينج اب فورسز. لو افترضنا ان انا مثلا عندي مسمار بالشكل ده كده, طول ما انا بربط هنا سواء اذا كان من الصاموله او من راس المسمار, فبيحصل عندي ضغط هنا على كلا اللوحين, وكلا اللوحين بيعمل رد فعل او رياكشن بالشكل ده كده هنا. فبالتالي كما لو كان الجزء ده هو بيتعرض الى قوة شد من كلا الاتجاهين, وده اللي احنا بنسميه سيجما تي او التنسايل ستريس. قيمة التنسايل ستريس ده هي بحسبها فورس على الاريا. الاريا هنا اللي هي بتمثل مساحة مقطع المسمار. مساحة مقطع المسمار هنا اللي هي بتساوي باي على 4 دي كور سكوير. لازم اخد في حسابي القطر الكور القطر الاصغر بتاع القلاوز. طيب البي اي ديت بحسبها ازاي؟ ده البي اي اولا هي الانيشال تنشن ان بولت اللي هو الشد المبدئي في المسمار, وده طبعا بحدده ازاي؟ الدي طبعا اللي هو النومينال دايمتر, والدي كور اللي هو الكور او الماينور دايمتر. البي اي دي بحددها ازاي؟ ده طبعا اكسبيرمنتلي وجدوا ان قيمة البي اي بالنيوتن تساوي 2840 ضرب قطر المسمار بالمليمتر. ده اللي هو التايت فيت للربط المحكم. يعني ايه ربط محكم؟ يعني لما اربط ما بين اللوحين ما يبقاش فيه تسرب من هنا, ده اسمه تايت فيت. اما في حالة النورمال فيت الربط العادي, فالقيمة دي بتوصل الى النصف اللي هي 1420 في الدي اللي هو قطر المسمار بالمليمتر. هنلاحظ طبعا ان معادلة زي دي معادلة practical. ليه practical؟ لان اليونت هنا بتاعت الفورس بالنيوتن, وهنا اليونت هنا بالمليمتر, فالناتج اللي هيطلع هنا هيطلع بالمليمتر في حين ان انا بقول عليه ان هو بالنيوتن. عشان كده بنقول ان دي معادلة تقريبية ناتجة من practical work. يبقى ده اول نوع عندي اللي هو tensile stress due to stretching of bolt, ده نتيجة الربط. النوع الثاني اللي هو التورشنال شير ستريس, ناتج من ايه؟ ناتج ايضا من عملية الربط. لما بأثر بالمفتاح بتاع الربط بالشكل ده كده, فبأثر بتورك. التورك ده احنا اتفقنا قبل كده ان هو بيسبب ايه؟ تورشنال شير ستريس. برمز له طبعا بالرمز تاو اللي هو التورشنال شير ستريس. التي اللي هو التورك اللي انا بأثر بيه اثناء عملية الربط, تورك ابلايد, والدي كور اللي هو الماينور دايمتر. واحنا اتفقنا قبل كده ان التورشنال شير ستريس قيمته بتحدد بالنسبه للاعمده التي في الار على جي, وطبعا لو عوضنا بالجي بالباي على 32 دي كور سكوير والار بنصف القطر اللي هو الدي كور على 2, بيطلع عندي 16 في التورك على باي في الدي كور تكعيب. ده اللي بيحدد لي قيمه التورك او التورشنال ستريس اللي واقع على المسمار نتيجة عملية الربط. الحالة الثالثة اللي عندنا في الـ internal stresses نتيجة الربط هي shear stress across the thread. هنتخيل مع بعض ان انا عندي ربط بالصامولة دي على المسمار هنا. لما يكون الربط زايد عن اللازم وهنا معدن المسمار معدن طري, فبيحصل ان الجزء ده بينقص, بيحصل له قص على السطح الاسطواني ده, فبالتالي بنسميه شير ستريس, وده من النوع الدايركت شير. الاريا بقى بحددها ازاي؟ اولا تو هنا بتساوي فورس على اريا. الاريا بحددها ازاي؟ لو قلت مثلا دي اسنان المسمار بالشكل ده كده, ده طبعا الدي كور هنا, دي المساحه, دي المساحه السطحيه ده اهي محيطيا بقى على المحيط كله circumferentially. لو قلت مثلا ان العرض بتاع السنة هو بي,
يبقى كأن أنا بجيب مساحة المساحة السطحية للأسطوانة دي هنا كده. طيب المساحة السطحية للأسطوانة بتساوي إيه؟ طبعا عندي ده الجزء ده اللي هو الدي كور. المساحة السطحية للأسطوانة بتساوي محيط القاعدة اللي هو باي في الدي كور ضرب الارتفاع بتاع الأسطوانة اللي هو البي، وهو ده الجزء اللي بيمثل لي الأريا ضرب إن. لو في عندي طبعا إن هنا بتمثل الـ number of threads in engagement اللي هو عدد الأسنان، لأن طبعا أنا جبت المساحة السطحية لسنة واحدة فقط فبضربه في عدد الأسنان عشان أطلع لي المساحة الكلية. نكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم إن شاء الله.